تنظم جمعية حبر النسخة الأولى من فعاليات أيام الكاريكاتير النسائي 2022 بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات منى من 15 من أكتوبر وحتى 15 من نوفمبر المقبل في الدار البيضاء. الحدث الثقافي يلقي الضوء على المرأة المبدعة في مجال الرسوم وأهمية تعزيز دورها في الكاريكاتير لما ستحدثه من فرق في القضايا الاجتماعية والحقوقية والجندرية خاصة المتصلة بقضايا المرأة. وعن هذا الموضوع ميلاد يحدثنا غامر علي رسام كاريكاتير ورئيس جمعية حبر مباشرة من الرباط. صباح النور وأهلا بك معنا. صباح النور، وأنا جد سعيد بهذه الدعوة وشكرا لكم بطبيعة الحال. ونحن سعيدين بوجودك معنا. يعني فعالية أيام الكاريكاتير النسائي 2022، أخبرنا عن هذه الفكرة، عن شركائكم في تنظيم هذا الحدث. جميل، فبداية كانت فكرة إنشاء هذا المشروع، أي برنامج زمالة الكاريكاتير النسائي، قد انطلقت حينما كنت يعني أشارك في مجموعة من المحافل والأنشطة المرتبطة برسوم الصحف على المستوى الدولي، وكنت دائما يعني أنتبه لوجود العنصر النسوي في كممثلات يعني لمجموعة من الدول، لكن كنت دائما أطرح هذا السؤال: لماذا غياب العنصر النسوي في الساحة الفنية المرتبطة برسوم الصحف في بلدي؟ خاصة وأنني لا أجد صراحة مبررات، لأنه الرسم الصحفي يجمع بين يعني مجالين، مجال الفنون التشكيل ومجال الصحافة، بينما في المجال التشكيلي أجد حضور كبير للعنصر النسوي. مثال على ذلك، ربما أشهر رسامة يعني تشكيلية في المغرب وهي يعني المرحومة يعني شعيبية طلال، وكذلك في مجال الصحافة هناك كثير من النساء يعني اللواتي يمارسن هذه المهنة، وأعتقد أنه معكم أكيد يعني في القناة هناك نساء مغربيات. فما سبب غياب العنصر النسوي؟ هذا سؤال هام. عوض ما نركز يعني قلنا عوض ما نركز على البحث في الأسباب والدوافع التي كانت سبب هذا الغياب، قلنا نأخذ مبادرة كي نقوم بصياغة يعني فكرة مشروع يستهدف النساء من أجل خلق جيل يعوض هذا النقص. يعني هذا هو الدافع الأساسي الذي دفعنا من أجل قيام ببرنامج زمالة الكاريكاتير النسائي. لكن كمقترح أكيد أنه كان الاقتراح قد استهدف يعني مؤسسة هينريتش بو، ونحن كنا جد سعداء يعني بموافقتهم على هذا المشروع بكل صدق وبكل أمانة، يعني دعموه بشكل قوي. كذلك يعني المركز اللغوي الأمريكي الذي يعني دعم هذا المشروع، وشركاء عدة مثل مثلا يعني جمعية حقوق وعدالة، صحيفة يعني الأيام الأسبوعية، كلهم كانوا شركاء ساهموا لا من قريب ولا من بعيد في يعني إيصال هذا المشروع إلى بر الأمان بكل صراحة. أيام الكاريكاتير النسائي 2022، هل هذا يعني أن المشاركين هم فقط مشاركات؟ لا، برنامج زمالة الكاريكاتير النسائي كان هو عبارة عن دورة تكوينية، لكن الأيام التي ستنطلق سينطلقون يعني مع النساء كرسامات كاريكاتيريات، لأنه ستعرف يعني افتتاح معرض سيكون إعلان عن ولادة 15 رسامة كاريكاتيرية محلية. لهذا أفضل وصف رسامة كاريكاتيرية في هذه الظرفية على مشاركة أو متدربة. فهذا هو الجواب صراحة بخصوص هذه النقطة. طيب يعني ما أهمية تعزيز دور النساء بشكل عام والشابات بمجال الصحافي وتحديدا الإبداعي بمجال رسم الكاريكاتير تحديدا؟ جميل، حقيقة كان هناك دائما يعني عدد كبير من رسامي الصحف يعني هم رجال، وبالتالي كانت زاوية الرؤية دائما ما تكون يعني ذكورية أو ذات صبغة رجولية إن صح التعبير للقضايا والأحداث والوقائع. فكما نعلم حتى على مستوى البيت يعني رؤية الرجل أو الأب ليست كرؤية المرأة، هناك اختلاف.
فنحن يعني نعمل من أجل خلق هناك توازن على مستوى رسوم الصحف في بلدنا بكل بساطة. كيف ذلك؟ من خلال تمكين النساء من التعبير عن آرائهن بكل بساطة، وبالتالي سيكون هناك توازن على مستوى الرؤى ووجهات النظر. فكما يقال ربما وإن كان يعني الرؤية تعتمد على الفكر بالأساس، لكن الجانب الجنساني يكون حاضر بكل صحيح بساطة. صحيح وبالتالي من أجل خلق توازن لابد من تكافؤ على مستوى يعني العناصر الموجودة في الساحة الفنية بكل بساطة. على كل حال هذا جزء من منظومة كبيرة يعني يجب أيضا العمل إليها، خاصة في مجال الصحافة. فعندما نرى المحللات السياسيات والخبيرات الاقتصاديات عدد على الشاشات مثل عدد المحللين والخبراء الذكور على الشاشات، أيضا ذلك سيعطي دفع كبير للنساء يعني بيرسموا الرسم الكاريكاتوري، خاصة أيضا بالصحف والمجلات. هذا يعني موضوع كبير كما قلت يحتاج إلى الكثير من الدعم، لكن سؤالي يعني ما هي المؤشرات اليوم لحصول تلك السيدات والفتيات الرسامات المبدعات على هذا الدعم حتى يثبتن أنفسهن؟ لوين بتشوف يعني ما هي توقعات لوجود من بعد هذه الدورة التدريبية لهن؟ جميل. فالتوقعات سأجيب عنها من زاوية محددة بالضبط. فالمشاركات كانت لديهن يعني تدريب في صحيفة وهي أسبوعية الأيام، وهذا التدريب كان من أجل يعني إعداد مجموعة من الصفحات طيلة مدة تقريبا يعني شهر، لأربعة أعداد ويعني إنتاج رسومات لهذه الأعداد بالضبط. فبكل صدق وكل أمانة يعني الصحفيين أو رئيس التحرير أو مدير الصحيفة كان جد يعني معجب بتلك الأعمال. يعني وجدنا أنه فقط نحن لم نفتح يعني مساحة للنساء كي يمارسن هذا الفن، لأنه لهن مؤهلات، لهن قدرات هائلة. وأنا بدوري يعني كمكون في هذا البرنامج جد مصدوم، لأنه فعلا حقيقة هذا المستوى الذي حصلنا عليه اليوم هو تقريبا يوازي المستوى الموجود في الساحة الفنية المغربية. يعني أرى بكل صدق وبكل أمانة أنه لهن مستقبل كبير في المجال، لأن الأرضية مفتوحة. طالما كانت الأرضية مفتوحة للنساء، أنا أتذكر في طيلة مساري يعني المهني والفني ونحن كذكور يعني نجالس بعضنا يعني كرسامي صحف، دائما كنا نشجع أي يعني بادرة نسوية لهذا المجال، لكن للأسف كانت تكون محدودة ولا تستمر. فأرى أنه هذه العناصر إن شاء الله ستقول كلمتها بكل ثقة. يعني إن شاء الله يعني على أمل هيك أنه نشوف رسامين أو رسامات كاريكاتير نجوم مثل ما شفنا يمكن بالعالم. يعني هون طبعا يعني على سبيل المثال للحصر، يعني خاصة رسامين الكاريكاتير السياسيين، يعني نذكر طبعا ناجي العلي يمكن المرتبة الأولى، بالكاريكاتوريست الفرنسي بلانتو في صحيفة لو موند الفرنسية، الكاريكاتوريست اللبناني كمان بيير صادق يعني كمان اللي انشهر، واللي كنا كلنا ننطر رسوم الكاريكاتير على أمل أنه نشوف نساء ناجحات أو هيك نجوم في هذا العالم. لا بس هون عندي سؤال منى وسؤال لضيفنا، إلى أي مدى تعتقد أنه مرتبط الرسم الكاريكاتوري بما أنه يعني ذكرت منى الرأي السياسي من خلال الرسم، لأي مدى برأيك مرتبط أيضا بإعطاء المرأة الحرية أو الإمكانية لتكون قائدة في مجال الرأي السياسي؟ يعني اليوم حتى تعبر بريشتها ربما أيضا يجب أن ندعها تعبر بصوتها. لا جميل، هو أمر مطروح بكل صدق وبكل أمانة، مطروح أنه كيف للنساء أن تكون لهن يعني القدرة على الحديث بكل جرأة ونقاش ومناقشة يعني مواضيع سياسية. فمن خلال تجربتي أنا يعني أشعر بأنه هذه النقطة هي بالضبط يعني مغالطة. لا يمكن أن نحصر يعني القدرة على المخاطرة فقط يعني في جنس معين يعني جنس الذكوري. فالقدرة على المخاطرة أعتقد أنه هي مرتبطة بإيمان
بعشق لفن وإيمان بقضية معينة إن صح التعبير. ففي تاريخ المغرب مثلا في فترة الاستعمار كثير من النساء كانوا يعني بكل بساطة كانوا مقاومات، وكانت لهم جرأة وقوة، ويعني نفذوا مجموعة من العمليات الصعبة التي لم ينفذها ذكور، وبعض الذكور ربما اختاروا الخيانة على سبيل المثال. يعني المخاطرة لا ترتبط بجنس. أعتقد أنه النساء هن قادرات على يعني تمرير رسائل قوية بكل جرأة ومناقشة الأحداث بنفس الشكل التي يناقش بها الرجل أو الذكر بكل بساطة. لكن أنا أنصح دائما الزميلات والمشاركات التي لوات يعني معنا بنقطة مهمة، ما هي؟ هو أنه القوة، قوة الكاريكاتير ليس في المخاطرة بالأساس، وليس بالجرأة، ليس في الجرأة، فيجب أن يكون نوع من الذكاء. أقول لهن مثلا رسام الكاريكاتير بمثابة عازف العود الذي يعزف على وتر واحد، وذاك الوتر هو الخط الأحمر، وبالتالي العازف الماهر هو الذي يعزف موسيقى جميلة دون ما يضغط بقوة ويتسبب في إتلاف ذاك الخط. بس وبالتالي يعني ممكن الرسام النساء الكاريكاتير يعتبروا، أو الرسامة الكاريكاتيرية القوية، بس هذا أيضا ممكن أن يعتبره النساء تدخل يعني ذكوري منك لهم، يعني ممكن أن يعتبروا أنه هذا نوع من التدخل، لا على العكس، يعني لأنه، أو ندعها بحرية هي تعبر، لأن ربما هي مختلفة عنك كامرأة، وطريقة تعبير عن الرأي السياسي ربما جميل مختلف عنك. كيف يعني ما بعرف إلى أي مدى أيضا نحن بدنا نضل جميل راعيين المرأة، بدنا نعطيها جميل الحرية ونقول لها ماذا تفعل. لا أوافقك الرأي تماما بهذا الشيء. جميل جميل جميل، لكن دعني أجيب. أنا يعني أتحدث بصفتي كمكون، وبالتالي حينما أكون مكون يجب أن أشارك معهم كل المعطيات. يعني هي مسؤولية على عاتقي بكل بساطة، لكن يجب أن تعلم أنه أول شيء يعني نناقشه بكل بساطة هو منذ بداية الدورة هو الموضوع، موضوع حرية التعبير. فلهن بطبيعة الحال اختيار أي موضوع وأي رسالة وأي أسلوب وأي شيء يختارونه، فقط أقوم بالتوجيه. لي تجربة ربما أكثر منهن بكل بساطة بقليل، فهذا ما يدفعني كي يعني أشارك مع مجموعة من المعطيات. أنا أعطيهم الأداة، لكن الاختيار ويعني ويعني استخدام الأداة يبقى لهن بكل بساطة. فلا أعتقد أن هذا أمر مرتبط يعني بفرض شيء معين، لا بالعكس، لي تربية يعني مرتبطة بحرية التعبير، وأؤمن بهذه المسألة، ولهن بطبيعة الحال كامل الحرية أن يختاروا ما يشاءوا بكل بساطة. كل التوفيق إن شاء الله لهذه الفعالية. شكرا لك غامر علي، رسام الكاريكاتير ورئيس جمعية حبر، حدثتنا مباشرة من الرباط.